المسيح قام حقا قام. كل عام وانتم بخير لكل احبائنا اللي بعيدوا العيد الغربي. هذا العيد مميز جدا وبنفس الوقت مختلف جدا. العالم عم بمر في ازمة صعبة جدا، ازمة الكورونا. وطبعا شيء غريب انه في الاراضي المقدسة مثل كنيسة القيامة اللي بيحضرها مئات من الحجاج اللي بيجوا لإلها كل سنة، وكنيسة فلسطين وإسرائيل كلها مسكرة، المساجد كلها مسكرة، حتى الفاتيكان قداسة البابا أعطى رسالته للعالم ما يعني بعدد قليل جدا. فالوضع بيختلف في هذه الأيام عن أي سنة أخرى. لكن من ناحية تانية منشوف أنه هذا الشيء لم يوقف المسيحيين، بل بالعكس كل المسيحيين في كل مكان استخدموا التقنيات سواء عن طريق الزوم أو فيسبوك لايف أو وسائل تواصل اجتماعي بأي بكل الوسائل أن يوصلوا رسائل لكل من حولهم. شيء عجيب أنه بتشوف وحدة بالشرق والغرب، بتشوف ناس بترنم، بتشوف ناس بتصلي، بتشوف كنايس وخدام بيوعظوا في كلمة. فبدل ما يكون اجتماع واحد في يوم الأحد ولا سيما يوم القيامة، أصبحت اجتماعات آلاف بل ملايين الاجتماعات من المسيحيين في الشرق والغرب في كل أنحاء العالم. امبارح ابتدأت رزنامة الشرقية اللي بيبتدي دخول المسيح المنتصر الظافر إلى هيكله وإلى مدينته. الملك يدخل في موكب انتصار إلى أورشليم، وهذا التوقيت مهم جدا، رح أشرح عنه بعد قليل. إنه التوقيت هذا لم يكن عشوائي ولم يكن مجرد صدفة، إنه حب استطلاع إنه المسيح راح لأورشليم، لكن لتتميم وتحقيق نبوات العهد القديم، وأيضا النبوات اللي بنفسه تكلم بسبب غرض مجيئه. وأيضا الشيء المهم إنه جاء المسيح لتتميم مشيئة الآب. فعمدا وإصرارا إنه المسيح اختار هذا التوقيت، اختار توقيت أسبوع الفصح. هذا الأسبوع بيختلف عن أي أسابيع أخرى. أورشليم بتكون مزدحمة بالسكان من كل أنحاء العالم، طبعا بيصل العدد تقريبا إلى مليون نسمة سواء داخل المدينة أو خارج المدينة. هذا العدد اللي بيصل في بحدود يعني على الأقل مئات الألاف. الناس بتكون مخيمة في كل أماكن حول أورشليم، سواء في وادي قدرون أمام المنطقة الشرقية أو الباب الشرقي للهيكل، وأيضا منطقة جبل صهيون سلوان وكل المناطق، وادي قدرون مع وادي هوشفاط، كل هذه المناطق ممتلئة بالسكان لتعيد عيد صح طبعا. وهذا العيد اللي بيبتدي أيام الحفظ وطبعا تطهير البيوت من الخمير والاستعداد، طبعا انه الكل لازم يجهز خروف الفصح، لازم يكون كامل بلا عيب، لازم يكون تحت الحفظ حتى في يوم الفصح يتم ذبح الخروف. طبعا اللي بذكرهم بأول فصح خروج شعب إسرائيل من أرض العبودية من أرض مصر، وطبعا في سيرهم في البرية إلى أرض كنعان. وهذا الدخول مثل ما ذكرت إنه الرب يسوع كان مرتب له ترتيب خاص ومهم جدا. والكتاب بيتكلم إنه المسيح عالم بكل شيء، إنه ساعته لينتقل من هذا العالم إلى الآب. وهي القصة، قصة دخول المسيح وطبعا آلام المسيح هذا الأسبوع، موجودة بالأربع أناجيل بالإنجيل المقدس بحسب البشائر الأربع. واليوم أنا اخترت أنه أقرأ من إنجيل متى إصحاح 21، ورح أبتدي من الآية
الأولى. ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها، فحلاهما وأتيان بهما، وإن قال لكم أحد شيئا فقولا الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكي يتم قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن آتان. فذهب التلميذان وفعلا كما أمرهما يسوع، وأتيا بالآتان والجحش ووضعا عليهما ثيابهما فجلسا عليهما. والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، أوصنا في الأعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. يبارك لنا الرب كلمته على ما سمعنا. فهذا اليوم بذكرنا بدخول المسيح الانتصاري، ولكن تركيزي اليوم على كلمة مهمة جدا: أوصنا. بالعربي في ترجمة أخرى هوشعنا، من هوشيع. في الكلمة العبراني آه خلص الآن. وهذه نبوة مأخوذة من مزمور 118، وهذا المزمور ومزامير أخرى تستخدم عندما يصعدون إلى الهيكل، وعندما يأتون طبعا ويهللوا ويسبحوا الله في الهيكل، وطبعا يتمنون ويترجون قائلين: مبارك الآتي باسم الرب. آه يا رب خلص الآن، والكلمة خلص الآن. وأنا يعني عم بفكر في هذا الموضوع، خطر على بالي أنه طبعا المرض في هذه الأيام الكورونا، إذا منشوف شيء منشوف سيادة الله المطلقة الكاملة في حياة الناس. شيء تاني منشوف عجز وضعف الإنسان رغم قوته ورغم علمه ورغم كل إمكانياته. فمنشوف الغني يتساوى مع الفقير، ما عادتش في دولة عظمى أو صغرى. شفنا أنه فيروس غير مرئي هز العالم سياسيا واقتصاديا أيضا، وحولت كل أنظار العالم أن تصلي إلى الله، والمسيحيون يصلون: يا رب خلصنا من هذا الوباء الخطير، خلصنا من هالأزمة. الناس تعبت في بيوتها، مش بس لأجل العدوى، عدوى المرض عم تسبب في أمراض نفسية، في بتسبب مشاكل أسرية لما الزوج بيمكث في البيت أو الزوج بيكونوا مع بعض لفترة طويلة بصير في إشكالات، وطبعا الأولاد مش عم بيروحوا للمدارس، فكل شيء عم بيتغير، كل شيء عم بيتعطل، والنتيجة عم تترك آثار نفسية لدرجة أنه أكثر شيء اللي بيشتغلوا في هذه الأيام الأطباء والنرسات. وطبعا بنرفع القبعة ومنحييهم هؤلاء اللي في الخطوط الأمامية بيتعبوا، لكن برضو بنفس المقدار الأطباء النفسانيون اللي عم بيواجهوا أو اللي بيخدموا في الخدمة الاجتماعية، كتير ناس بمروا في ظروف انتحار، في حالات يأس وكآبة بسبب هذا المرض، بسبب أنه فقدوا العمل، بسبب أنه ما عندهم مش مصاري يدفعوا الأجار هذا الأسبوع. ثانية بتشوف الناس كلها عم تتعاون انه تساعد احد الاخر، وهون دعوتي لكل شخص انه كون سامر صالح، كون سامر صالح لجارك، للارملة، لليتيم، للشخص المحتاج، بغض النظر
احنا منصلي من اجل الجميع. وهاي الايام الرب حط على قلب ايران، عم بصلي كتير من اجل ايران، عم بمروا في ظروف صعبة، وطبعا دول كتير مثل ايطاليا، الولايات المتحدة، اسبانيا، ودول عديدة في الشرق الاوسط وفي الغرب ايضا عم بيعانوا من هذا المرض، وعم بيصرخوا صرخة الشعب القديم خلص الان، اتعبنا من هالمرض، اتعبنا من هالظروف، اتعبنا من هالاحوال، اتعبنا من كل هذه الامور اللي عم بتمر علينا، ظروف صعبة. كانت الصرخة خلص الان، لكن نظرة الشعب احبائي كانت نظرة سياسية ونظرة اجتماعية واقتصادية ايضا. وهي مش اول مرة في هذا الاصحاح اللي قرأته في انجيل متى اصحاح 21، بتشوف وظائف المسيح الاربعة، بتشوف المسيح كملك، بتشوف المسيح كالنبي اللي تنبأ عنه موسى قديما، نبيا مثلي له تسمعون، وبتشوف اللي عنده غيرة على بيته، ومن ناحية أخرى بتشوف الديان للقضاء أنه يطهر الهيكل من الباعة والصيارفة اللي جعلت مكان العبادة، جعلت بيت الرب مكان تجارة. مثل ما ذكرت أن المسيح في كل تحركاته كان بيتحرك بقوة الروح القدس، كان بيتحرك بمشيئة الآب، كان بيتحرك لتتميم النبوات، وكان بيتحرك في برنامج إلهي خاص، هو جاء خصيصا من أجل هذا البرنامج، المسيح وهو عالم بكل شيء. بتشوف المسيح العالم بكل شيء، بتشوف المسيح القادر على كل شيء، بتشوف سيادة المسيح وسلطانه المطلق الكامل على الأحداث، حتى على حمار وعلى الأوضاع المحيطة بالنسبة لليهود في هذا العيد، عيد الفصح، وهذا كان يعتبر من أهم الأعياد اليهودية. المسيح طبعا مكتوب عنه ثبت وجهه نحو أورشليم، وفعلا دخل أريحة اللي هي أخفض نقطة في العالم، وهناك احنا بنعرف شفى الأعمى بارتيماوس وزكى، وأيضا اللي بيعرفوا عن يسوع من الجليل ومن أريحة والمناطق يهوذا المحيطة في تلك المنطقة تبعوا يسوع، ومن أريحة طبعا الطريق القديم الطريق الروماني شيء طبيعي بمروا شرقي جبل الزيتون عند بلدين، بلد بيت عنيا اللي هي بيت العازر مرثا ومريم، وبالضبط جنبها بيت فاجي اللي الموكب المسيح الانتصاري ابتدأ من هذا المكان. من هذا المكان أرسل تلميذين وقال لهم روحوا لمكان معين ورح تشوفوا حمار جحش بن أتان، وكمان يعني الطفل الصغير أو الحمار الصغير اللي معاها، بركز على تفاصيل الحدث، وانتوا بتحلوا الحمار صاحب الحمار رح يسألكوا شو عم تعملوا، قولوا الرب محتاج، فبيسمح لكم، بتجيبوا الحمار وبيبتدي الموكب طبعا من شرقي جبل الزيتون، قولوا الرب محتاج. هل فكرت في هذه الكلمات؟ الرب، كلمة الرب لا تطلق إلا على الله، هون بتشوف كل أمجاد اللاهوت، لاهوت المسيح، محتاج، بتشوف كل وضاعة الناسوت، عالم بكل شيء وهو القادر على كل شيء، له السيادة والسلطان المطلق الكامل، بتشوف اتحاد كامل الطبيعتين اللاهوت والناسوت في شخص يسوع المسيح. جاءوا بالحمار، وبحسب طبعا تعليم اليهود سواء في العهد القديم طبعا لما سليمان ملك أركبوه على بغلي، وأبشالوم لما كان راكب على بغلي، ولما مسح ياهو بالنمشي بحسب نبوة النبي
يمسح ملكا على إسرائيل، يعني المملكة الشمالية، ومسح لتتميم طبعا قضاء إلهي على بيت أخاب إيزابيل الأشرار. فمسح ملك على إسرائيل، وبحال أنه ملكوا ياهو بن نمشي على طول خلعوا الملابس وابتدأوا يفرشوها على الأرض. والفكرة طبعا معروفة في زمن المكابيين بين العصرين في الأصفار القانونية الثانية، في أصفار المكابيين بتشوف يعني هذه الأمور في دخول يهوذا أو يوحنا المكابي إلى آخره، بتشوف الكل عم بيفرش الثياب. فالفكرة معروفة بالنسبة لليهود، كانوا بيصلوا لمجيء المسيح. حتى أعطيكم فكرة عن الأوضاع، اليهود كانوا تحت الاستعمار الروماني، وطبعا كان الرومان بيحكموا اليهود بقبضة من حديد، ولسيما هذه المنطقة شهدت قلاقل كثيرة، وبخلال فترة بسيطة مش أقل من مسيحين أو ثلاثة اللي زعموا أنهم مسحاء كانوا مسحاء كذبة. وطبعا الشعب كان بينتظر مخلص، يا رب خلصنا، فكانوا بينتظروا هذا المخلص. صيت المسيح معروف في كل مكان، فهو أشبع الجموع، أخرج الشياطين، فتح عيون العمي، صنع معجزات خارقات. وطبعا بالنسبة لليهود، المسيح اللي بيجي هو اللي رح يوحد أصباط إسرائيل، المسيح اللي رح يجي هو اللي رح يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، المسيح اللي رح يجي هو اللي رح يدخل الهيكل. فطالما أنه نازل من جبل الزيتون إلى وادي قدرون إلى دخول الهيكل، فعلى طول الناس منبهرة في يسوع المسيح. لكن بجانب الهيكل في مكان تسمى قلعة أنطونيا، وهذه القلعة كان بيجي الوالي الروماني، وبهاي الفترة بالتحديد كان بيلاطس البنطي اللي حكم البلاد من سنة 26 ميلادي إلى سنة 36 ميلادي. وطبعا كان بيترك قصاريا اللي هي عاصمة الرومان في أرض فلسطين في أيام المسيح، طبعا كان بيترك قصاريا على البحر الأبيض المتوسط، وبيطلع صعود إلى منطقة الهيكل، ويقيم مع كتائب من العساكر في قلعة أنطونيا، وبيكونوا حاطين نوع من المراقبة على كل حول منطقة الهيكل. وطبعا بما أنه كان في أربع أبراج، كانوا بيشوفوا كل المنطقة أسفل اللي هو وين الهيكل. فالمنطقة محاطة بالرومان، الوضع باللغة العربية مكهرب، الدنيا كلها يعني متوترة. نعم الناس بتحتفل بهذا الفصح العظيم، لكن من ناحية تانية الناس متوترة. من ناحية الرومان حاطين يد قبضة حددية على اليهود، والمشكلة التانية اليهود بين بعض، يعني في نزاعات، في خصامات، في حسد، في مضاربات، في تفرقة، في عنصرية، في مجموعات، في فئات. وطبعا الوضع مش سهل، الوضع صعب جدا. في أنواع كتير من اليهود، الفئة المشهورة اللي طبعا شهرتها في منطقة الهيكل جماعة الفريسيين. كلمة فريسي تعني منفصل أو منعزل. هؤلاء كانوا يحافظوا على الناموس، على الشريعة، وأيضا على تقاليد الآباء. الفئة الثانية جماعة الصدوقيين، اللي كان منها رئيس الكهنة قيافة، اللي كان صهر للكاهن الأكبر اللي هو حنان. لكن بسبب فساد رئيس الكهنة حنان، أقالته الحكومة الرومانية وحطت مكانه قيافة. قيافة كان صهره لحنان، وطبعا كانت كل العيلة حاكمة على فكرة. كان حنان عنده 5 أولاد كلهم رؤساء كهنة، وحفيده كمان رئيس كهنة. لكن اللي كان بيحكم في هذه السنة في أيام المسيح وما بعد كان
قيافة كان داهية سياسية، كان طبعا له سلطة دينية من طبقة الصدقيين اللي ما بيأمنوا في قيامة الأموات ولا بيأمنوا في الأرواح وهكذا. وهي الطبقة كانت تعتبر طبقة أرستقراطية اللي كانوا بيديروا بالهم على الهيكل أو البزنس تبع الهيكل. فطبعا في الهيكل وبالتحديد في دار الأمم، عشان أعطيكم فكرة إنه الهيكل كان منقسم إلى عدة أقسام. وطبعا كان نفسي أعمل هاي الحلقة من الأراضي المقدسة، لكن فيكم تشوفوا الدوكيومنتري كل يوم أربعة على القنوات الفضائية اللي بتتكلم عن طبعا أكثر تفصيل لهذه المكان. هذا الجبل يسمى جبل المريا، تتذكروا قديما هذا الجبل اللي إبراهيم حاول أن يقدم ابنه إسحاق ذبيحة محرقة، لكن الرب استبدل إسحاق بكبش وقال الرب يرى. مكتوب يسوع أو يسوع يقول عن إبراهيم: إبراهيم رأى يومي فتهلل. وأيضا نفس المكان تتذكروا لما داود أحصى الجيش، جيش يهوذا مع إسرائيل، وبعدين نخسوا قلبه، كان عاوز يظهر قوته العسكرية، فالرب أعطاه ثلاث خيارات، فاختار ثلاث أيام اللي هي ضربة الوباء، ومن خلال ضربة الوباء مات أكثر من 70,000 جندي. بعدين داود عم بيصلي لله، بقول له: يا رب طيب يعني خلي ضربتك وقضائك يكون على بيتي وعلى بيت أهلي، شو خص الناس، شو دخلهم؟ وكان هذا بالضبط في نفس المكان وين إبراهيم قدم إسحاق، كان حقل لأرونا أو أرنونا اليبوسي. فهذه المنطقة كانت قلعة اليبوسيين إذا بتتذكر. وهي القلعة أخذها داود عن طريق رئيس الجيش يؤاب، واحتل قلعة اليبوسيين اللي منها كمان مش بس جبل صهيون، اللي بأيام سليمان توسعت إلى جبل المريا. هناك الملاك طبعا ظهر لداود وخيره، اختار الضربة واشترى الحقل من أرونا، وفعلا على نفس هذا المكان بني الهيكل. الهيكل اللي بناه هيرودس كان يعتبر أعظم مبنى في العالم القديم وأجمل مبنى. طبعا جبل المريا إذا شايفين إيدي يعني هيك المرتفعة، لأنه خلي بالك أورشليم هي مبنية على جبال، وواحدة من الجبال جبل المريا. فشو عمل هيرودس الكبير عشان يرضي اليهود؟ راح عمل فلات الجبل، عمله فلات بالضبط هيك، وراح بنى حول الجبل بسموه في الإنجليزي retaining wall اللي هو الحائط الماسك، الحائط اللي بيمسك الجبل كلياته، وعلى ظهر الجبل بنى الهيكل العظيم. هذا الهيكل كان عبارة عن الدار الخارجية، وكان عبارة في مكان اللي هي بسموه القدس، وين موجود المرحضة مش الخارجية، وين موجود في الداخل يعني القدس، وين موجود المذبح البخور اللي أمام الحجاب اللي هو قدس الأقداس. قدس الأقداس كان فيه تابوت الرب أو تابوت العهد، التابوت اللي كان بغطيه غطاء الرحمة مع كروبين، وكان الكاهن بفوت مرة واحدة في السنة حتى يكفر عن خطاياه وكل خطايا الشعب. على طول برا الحجاب كان في المذبح، مذبح البخور، وجنبه كان في مائدة بسموها مائدة الوجوه اللي بحطوا فيها الخبز للكهنة، وكانت المنارة الذهبية لتضيء هذا المكان. وطبعا في الأروقة حول الهيكل منها رواق سليمان، رواق الكهنة، رواق النساء، وين مكان الخزنة، وإلى آخر أروقة كثيرة كانت لأغراض كثيرة. لكن أكبر مساحة يعني عبارة عن فدادين، جبل كامل
اللي هي تسمى دار الأمم. شو الغرض من وطبعا قبل دار بعد هذه الأروقة في حيط اللي بيسموه الحاجز وكان مكتوب عليه ممنوع أي أمم يفوت لجوا، إذا تمسك يقتل، وهذا الشيء الوحيد اليهود ممكن يقوموا بإعدامه بحسب طبعا القوانين الرومانية اللي كانت بتسود في هذيك الأيام، لأن الرومان هن اللي بيحكموا في الإعدام ما عدا إنه إذا شخص اخترق هذا الحاجز. برا هذا الحاجز كانت دار الأمم وكانت منطقة كبيرة جدا، منها الباب الجنوبي وكانت عبارة عن طابقين اللي فيها الصيارفة والناس اللي بتبيع وبتشتري يعني حتى تغير العملات، ومنطقة الهيكل أصبح سوق للغنم والبقر والمقايضة والأصوات العالية والمزعجة، لأنه المفروض يكون مكان للعبادة، وهذه المنطقة خصصت للأمم اللي بيتنبأ عنهم أشعياء وأنبياء كثيرون أنه يجوا حتى يعبدوا الله في هذا المكان. فالمسيح طبعا خلي بالك أنه كان وجهه مثبت، والغرض من دخوله الانتصاري وبحسب الأناجيل أنت بتشوف أنه كان كل شيء مع سبق الإصرار وصل وتمعن المنطقة، والتاني يوم قام في تطهير الهيكل يعني بنفس الفترة الزمنية. لكن لما وصل الحمار لعند يسوع على طول المنظر كان مبهج جدا، حطوا أعطوا الملابس، حطوا على الحمار، المسيح ركب على الحمار وابتدأت الناس تفرش على الأرض ملابسها احتراما ووقارا لدخول هذا الملك العظيم بدخوله الانتصاري من بيت فاجي صعودا، بيت فاجي شرق جبل الزيتون جنب بيت عنيا، إلى رأس جبل الزيتون ثم نزولا all the way كل الطريق إلى أسفل الوادي، وادي قدرون، تطلع طلعة بسيطة في باب للهيكل البوابة الشرقية، لكن في بوابة تانية اللي بتفوت دايركت لدار الأمم، من البوابة الشرقية بتفوت دغري لدار الأمم حتى يدخل الملك ويطهر الهيكل. المنظر كان رهيب جدا، خلي بالك الناس اللي من الجليل، الناس اللي من أريحة والقرى المحيطة، بيت عنيا، بيت فاجي، كل هذه المدن المحيطة، وبحال ما الناس سمعت طبعا هذا الموكب ابتدأت ترتل وتهلل، أوصنا لابن داود ملك إسرائيل، أوصنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب، آه يا رب خلص الآن، هوشعنا خلص الآن. وطبعا المسيح وهو داخل إلى أورشليم، وبكرة حتكلم بنعمة الرب، بكى على أورشليم، بكرة بتحدث عن هذا الموضوع. لكن دخول المسيح كانت صرخة الجماهير خلص الآن، كانت تعتقد أن المسيح ملك أرضي، وهي مش أول مرة. تتذكروا معي في يوحنا 6 لما المسيح أشبع الآلاف، وبعدين الجموع أرادت أن تخطف المسيح وتتوجه ملكا، لكن المسيح رفض هذا الشيء، حتى لآخر لحظة كان بنادي إنه مملكتي ليست من هذا العالم، ملكوت الله ليس أكلا وشربا بل بر فرح وسلام في الروح، ملكوت الله لا يأتي بمراقبة هنا أو هناك، ها إن ملكوت الله داخلكم. ملكوت الله بيبتدئ بتتويج المسيح رب وملك ومخلص على الحياة والكيان، وهذا يستمر إلى مجيء الثاني عندما يكون فعلا ربا ومسيحا ملكا على كل الأرض، مملكته تسود. لكن هاي الأيام المسيح مش بينادي في مملكة سياسية ولا مملكة اقتصادية واجتماعية، فالناس هتفت خلص الآن، عاوز المسيح يخلصها من العبودية، عبودية الرومان، من القبضة الحديدية. لكن من ناحية تانية كل هذه الفئات الدينية الوضع مكهرب، الفريسيين عم بيحطوا أحمال الناموس وأعباءها على الناس،
الصدوقيين كانوا بحاولوا يمسكوا العصاي من النص، من ناحية يردوا بيلاطس الرومان ومن ناحية تانية يردوا اليهود. الهيرودسيين كانوا موالين لهيرودس، يعني موالين للرومان. لكن كل سنة في ثورات من فرقة رابعة اللي تسمى الغيورين الزلت. وطبعا الوضع مكهرب. المسيح مع مين؟ هو مع الصدوقيين ولا مع الفريسيين ولا مع الغيورين حتى يقوم في ثورة سياسية يطيح بالإمبراطورية الرومانية؟ المسيح ليس هكذا، ليس مسيحا سياسيا ولا اقتصاديا، مع أنه صنع المعجزات. جاءت الجماهير والبعض سأل عنه، ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ أجابت الجموع اللي بتعرف يسوع، هذا يسوع الذي من ناصرة، يسوع النبي، النبي اللي تنبأ عنه موسى في تثنية 18، الذي من ناصرة الجليل. الجليليين اللي جاءوا بموكب معاه شافوا المعجزات، فتح العيون، تطهير البرص، إقامة الموتى، صنع المعجزات العظيمة. هتفت الجماهير آه يا رب خلص الآن. لكن أول شيء أحبائي فعله يسوع المسيح طهر الهيكل، وهنا القضاء الإلهي. إذا دخل أورشليم كملك وطبعا اعترف به كالنبي، هذا يسوع النبي اللي بيتنبأ عن موسى له تسمعون، لكنه أيضا الكاهن اللي غيرة بيتك أكلتني، عنده غيرة على الهيكل، لكنه الديان الذي يقوم في القضاء ليطهر الهيكل، دار الأمم، الصيارفة. طبعا ممنوع حد يفوت الهيكل يستخدم العملات الأجنبية اللي عليها صورة قيصر أو عملات يونانية، وطبعا عدا الضرائب الشاق النصف شاق اللي للهيكل بيدفعوها، وإنه إذا بدي يشتروا حيوانات لازم يشتروها بالعملة اليهودية، وإذا بدي صرفوا أو يدفعوا لازم يدفعوا بالعملة اليهودية. فكانت تجارة عم بيستغلوا الناس، بيستغلوا الضعفاء والمظلومين، بيستغلوا الأرامل، بيستغلوا استغلال الأمم اللي جاءت تعبد الله الواحد في هذا الهيكل. فلأنه عنده الغير على بيته، لاحظ الكلام هون، بيتي بيت الصلاة، هاي نبوة في إشعياء، وبعدين في أرمياء بقول جعلتموه مغارة للصوص، وهي الكلام بيتي هو بيت الرب يهوى. فالمسيح يعني بيقول لنفسه للجماهير يهوى أنا الله، بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتم، يعني من أوسخ كلمات، من أصعب الكلمات، مغارة لصوص. يعني سمى كل الصدوقيين والفريسيين والقادة الدينيين المتكبرين جماعة من الاستغلاليين واللصوص اللي استغلت اللي جاءوا يعبدوا الله بقلب طاهر بنقاء بطهارة يعبدوا الرب. صرخت الجماهير آه يا رب خلص، حتى الصبيان ابتدأت تصرخ، الفرسيين والصدق خايفين خلي الأولاد تسكت، هون الأولاد يعني الصبيان، والصبيان لأنه بيبتدوا من عمر 12 سنة يروحوا، يعني يعتبر فترة الرجولة، بيروحوا للهيكل حتى يبتدوا بعبادة الله في الهيكل. كانت تتصرخ، فقال يسوع إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. نعم الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. أحبائي دخول المسيح المنتصر كملك الرب، والسؤال من هو يسوع في هذا العيد بالنسبة لك؟ هل هو عملي؟ آه يا رب خلص، لأنك أنت في ورطة، في ظروف صعبة مادية اقتصادية سياسية، عايش في بلد صعب، ولا من كل قلبك في توبة حقيقية وإيمان حقيقي في الرب تقول له يا رب خلص؟ هاي أسرع طلبة صلاة، عندما تقول له خلصني، انقذني، تعال طهر اللصوص اللي فعلا أكلت كتير، سلبت كتير أشياء من حياتي، محتاجين للرب يسوع فعلا يطهر اللصوص.
ويطهر الباعة والصيارفة، ويطهر الناس اللي عم تستخدم الدين وبتستغل الدين في هذه الأيام. فجاء المسيح ليطهر هيكله دار الأمم، لأنه تعاطف أيضا مع الأمم. ألا يقول الكتاب بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب، مش لإسرائيل، كل الشعوب الطالبين والراجعين إلى الله، بيتي بيت الصلاة يدعى، مفتوح للكل، ولا مرة بيت الرب يكون مسكر، دايما مفتوح لكل الناس. ما هواش مشاع اللي احنا بنمتلكه. كتير مرات في كنايس في الشرق الأوسط منسكر الكنايس كأنه كنيسة أبونا، كأنه الكنيسة تكون مفتوحة 24 ساعة. يمكن بيجوا لصوص يسرقوا. خلي مفتوح للشخص اللي عاوز يصلي ويطلب الرب. أحبائي، دخل المسيح، وهذه تعتبر الرزنامة أول الأسبوع، دخل ظافرا منتصرا. والجدير بالذكر أنه في يوم الأحد دخل دخول الانتصار بموكب كملك، وفي يوم الأحد اللي بعده قام كملك وداس الموت بالموت وقهره وهزمه، هزم القبر وهزم الشيطان وهزم الخطية، وأصبحنا في المسيح خليقة جديدة، إنسان جديد، أسماءنا مكتوبة في سفر الحياة إن آمنا طبعا بيسوع المسيح. صرخت قلبك آه يا رب خلص. يمكن أنت متورط سياسيا، متورط دينيا، يمكن عم بتنادي بالدين بس أنت من جوا والله أعلم مليان لصوص، مغارة كاملة فيها فساد، فيها ظلمة، فيها خطية. دخل المسيح كملك، طهر الهيكل ككاهن وديان، لكن اعترف به النبي بأل التعريف مثل موسى له تسمعون. لكن المسيح هو المسيح المخلص ابن الله الحي. فماذا عنك الآن؟ هل تعترف به؟ هل تصلي أسرع طلبة صلاة كما صلى بطرس يا رب نجني، أو كما صلى العشار ارحمني أنا الخاطئ، أو كما قيل عن يسوع كل من يدعو باسم الرب يخلص. هوشعنا آه خلص الآن. شو رأيك تطلب الرب الآن؟ تحب تطلبه؟ يمكن بتروح على كنيسة، بتسمع رسائل، لكن اليوم انت عاوز تتغير، مش عاوز مسيحية روتينية، مش عاوز حياة عقيمة غير مثمرة، بكرة بتكلم عنها في قضائه على التينة، مش عاوز حياتك تكون مسيحية اسمية، فعلا عاوز انك اذا انت مت اليوم عارف انه عندك حياة ابدية واسمك مكتوب في سفر الحياة. خليني اسألك سؤال مهم، هل تريد الحياة الابدية الان في يسوع المسيح؟ هل تريد انه اسمك ينكتب في سفر الحياة؟ هل تريد ضمان الحياة الأبدية؟ تحب تصلي؟ قل لي يا رب آه يا رب خلص، خلصني، خلص الآن. اعترف بخطاياك، من يعترف ويقر بها يرحم. مكتوب الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. قل له يا رب طهرني من كل إثم، اغسلني بدمك الكريم. ادعوه، قل له يا رب تعال إلى حياتي اليوم كما دخلت كملك أورشليم، تعال أدخل قلبي وغير حياتي، وأنا بدعوك اليوم أنك تكون ملكي، ربي، سيدي، مخلصي. صليها من قلبك، قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ، قل له يا رب أنا بتوجك ملك على حياتي. صليها، قول يا رب أنا عاوز الحياة الأبدية اليوم، ارحمني، أنا أؤمن بك أنك أنت الطريق الوحيد، أنت المخلص الوحيد اللي سفكت دمك من أجلي أنا الخاطئ. أشكر رب، قل له بشكرك يا رب، بدعوك لحياتي حتى تكون ربي ومخلصي الآن. آه يا رب خلص. حبائي، بصلي اليوم في اسم الرب يسوع خلال هذا الأسبوع. إذا منمر في أسبوع حزين إلى يوم الجمعة صلب يسوع المسيح،
يوم القيامة جاي، يوم الأحد جاي، اللي رح يقوم وينتصر حياة جديدة ويصنع كل أمر جديد، وننتهر الوباء والمرض والموت في اسم الرب يسوع المسيح. وكل اللي بيشاهدني في هاي اللحظات بصلي في اسم الرب يسوع شفاء على حياتك من كل مرض، من كل معطل، من كل وباء. بصلي في اسم الرب يسوع يقيمك اليوم، ينعش حياتك ويسدد كل احتياجاتك، يفتح أبواب العمل ويعوض كل الخسارات في وقت قصير، في رد مسلوب وبركة على حياتك. خلص الآن في اسم الرب يسوع. آمين آمين، والرب يباركك. على فكرة أول مرة بعمل لايف، بحب أسمع منك. ممكن تبعتولي بأراءكو، إذا في عندكو أسئلة عن هذا الأسبوع ابعتولي بأسئلتكو، بكرة برد على الأسئلة. أيضا بحب أسمع تعليقاتكو، ممكن تكتب ولو جملة صغيرة. ربنا يباركك، شكرا كتير.